سيد نصار، إذن بداية لو تحدثنا عن رفض السلطة الفلسطينية لكل الاتهامات التي وجهت إليها من خلال اتهامها بعملية تصفية الناشط نزار بنات، رغم أن عائلة بنات اتهمت السلطة بشكل مباشر بتصفيته، أي روايات أدق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن فرعون القاتل كان يتحدث عندما جاءه موسى معللا قتاله لموسى: أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فكلهم على نفس هذه الشاكلة، كلهم يرفعون عن ذواتهم هذه التهم. هل يستطيع القاتل محمود عباس أن ينفي أنه تنازل عن 80% من تراب فلسطين؟ هل يستطيع القاتل المجرم محمد شتية أن يقول أنه لم يكن جزء من التنازل عن مقومات صمود أبناء الشعب الفلسطيني؟ أنا أعتقد أن هذه السلطة تتحدث كما يتحدث الاحتلال ويقول بأن هذه الحق هذه الأرض له. والذي لا يميز بين الذي يميز بين الاحتلال وسلطة العار بقيادة المجرم محمود عباس، هذا أعمى بصر وبصيرة. سلطة الاحتلال أي تواز تساوي سلطة محمود عباس، وسلطة محمود عباس تساوي الاحتلال، فكلهم ينكرون أنهم جاءوا لقمع الشعب الفلسطيني. ولذلك أخي الكريم، هذه رفع هذه الاتهامات إنما تأتي كلاما إنشائيا لا قيمة له. من الذي اعتقل نزار بنات؟ من الذي قتل هذا الصوت الحر الذي كان يتحدث عن هذه السلطة المجرمة التي باعت لقاحات كورونا والتي نسقت مع الاحتلال ليل نهار، وسلطة فاسدة؟ أنا أقول لك أن نزار بنات وكل أبناء الشعب الفلسطيني ماذا يتذكرون من هذه السلطة؟ وأنا أوجه هذا النداء إلى كل شعبنا الفلسطيني. السلطة تحمل عدة عناوين: عناوين التفريط بالأرض، عناوين الرذيلة في داخل المجتمع الفلسطيني، ملاحقة المقاومين، العيش تحت مسطر الاحتلال كما قال القاتل الخرف محمود عباس، أبيع لقاحات كورونا إلى الاحتلال الإسرائيلي. حتى الاحتلال رفض أن يتحمل مسؤولية قتل جماعي.